يلزم بالثورة المواطن يعلم بالقضايا التمرارية بالضرورة. المبدأ لا إشكال فيه من ناحية سياسية ومن ناحية قانونية. مش الناس كل تعطيك المعلومة، والمعني ساعات المتهمين يحبكش تكتب عليه، حتى أنت توفر له تحترم فيه قرينة البراءة. ولو أنا راني مانيش طرف في القضية ومجبرة أني نكتب عليها، وهي قضية تهم الرأي العام والناس تحب تعرف شنو مآل القضية هذيك، لأن تعرضوا مثلا من الضغوطات من الأكثرية من المتهمين ما يحبوكش تكتب عليه، وإلا حتى تبدأ أنت في المحكمة ما تنجمش تتحصل على المعلومة بسهولة. لولا أنت تكون عندك علاقاتك الخاصة نجم المعلومة تمر من قدامك وانت ما تلقاهاش، معناتها ما تنجمش تتحصل عليها. احنا المحامي باش يمشي يشوف تصريح بالحكم ساعات ما عندوش جلسة، يهبط بالذمة المحكمة، دونك ياخذ طريق سواء كربت ولا حتى ياخذ مواين ترونسبور اون كومون، مضيعة وقت باش يخلط باش يقاري كربته باش يدخل المحكمة باش يشد صف ساعات تاع ربع ساعة ربع دراج باش يشوف ما هي الجلسة، وساعات توصل بعركة مع الكاتب خاطر الكاتب ما نعرفش علاش هذيا يشرطوا علينا انك ما تشوفش اكثر من 3 مقالات. معناتها كان واحد عنده 10 قضايا ولا شكايات باش يثبت فيهم يولي يعطلوه يقولوا لا 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 عندك حقين في 3 ارجع غدوه ولا حاجه، دونك اشاك فوا يقعد يمشي ويجيب الفارغ، دونك يجي بير دو طون بير دو لارجون، وبعد تولي حتى ترجع يبوك ترجع ستريسي ما تنجمش تخدم على راحتك وتولي متقلق. الجهه القضائيه ديما تعطي منها هي بصراحه، حتى كيعطيك بيان جاف ما نجم القارئ العادي ولا المواطن ما يفهم حتى شيء، ما يفهمش شنو انت في شنو يحب يقول، معناتها يعطيك معلومات عموميه ومش بالضروره يكون هو يعرفها راه. ان انت الصحفي اذا كان تكون انت تتبع في القضايا وتكون عندك، لانه علاش قلنا الميدان هو اللي يخليك تملك هالمعلومه، ينجم الناطق الرسمي ما يعرفش. انا نخدم في جريده يوميه، معناتها ما نجمش نكتفي ببيان يصدره ناطق رسمي معين للمحكمه، انه البيان هذاك باش يكون يتوزع على بقيه وسائل الاعلام وفيه معلومات محدده. انت يمكن تكون هذاك انطلاقه تنطلق منها وبمصادرك الخاصه لازمك تعمل انت اضافه تكون من الشخص المعني بالامر اللي هو اقرب بالاساس يكون المحامي. تو وقت المعلومه ماذا بيك انت المقال دوما يهبط ولا تقعد تبع شكايه، ماذا بيك تور تعمل سفيفي مع الكليون، الكليون يحب شكون اللي يتصل بيه، معناتها يحب المحامي الو عسلامه مرحبا بيك راه قضيتك مشات كذا، مش هو يطلبك الو استاذ وين مشيت؟ نقول له والله حق تذكرت راني باش نهبط نشوفها. اوك انت ما تلقاش وقت باش تهبط، كي جيت في بيروك تدخل تك تك تدخل تشوف المنظومه المعلوماتيه وتعطيك المقال. اللي بالنسبه للمعلومات القضائيه حول القضايا والنوازل العاديه لاش ما فما حتى اشكال كونه الاطراف عندهم الحق باش يوصلوا المعلومه باقل وقت. لهنا يظهر لي لا اشكال كونه فما توافق، لكن لازمها فلوس وتكنولوجيا هي لا تيلي بروسيدور شو كنا بال سيتادير عن طريق التكنولوجيا نتاعكم انتم الشباب تنزل على فلسه. قال عندي احمد سواب ضد مثلا وزاره التربيه ديريكت جاكسيد للدوسيي انا كطرف ونعرف صارت اجراءات والتواريخ نتاعها، كان فما حكم ابتدائي وقتاش صدر اكسترا معلومات كامله حول الملف، وهذا يظل لي مش صعيب اما قلت لك فيه تكلفه. وبدات ابارامون عملوا معناها بعض المحاكم النموذجيه، ما نعرفش فين وصلت، عملوا محاكم نموذجيه دون سو سونس لا. واحنا صارت لنا تجربه كي كنت في القضاء الاداري عام 14 خاصه، كونوا الاجراءات ولدنا نعملوها عن طريق البريد الالكتروني وربحنا برشا وقت، سيتي اكسترا اوردينار. دونك لا مفر من هذه الاليه.